برضه يا يوسف؟ عايز يا مودي، انا عايز افهم العجل اللي قاعد بياكل بره دلوقتي ده عايش ليه لحد دلوقتي، وازاي ما خلصتش عليه زي ما اتفقنا يا يوسف؟ المره دي مطلوب قتل سهم عز الرجال. ما انت عارف يا صاحبي ان انا ما بقتلش نسوان، وانت غريب عني. فاهم غلط. سهام يا سيدي اهو، هو اسمه كده، هو ده سهام. هنعمل ايه بقى؟ الجيل الجديد عايزك تشد حيلك يا يوسف وتخلص العملية دي بسرعة وتنجز، عشان هنقفش من قرشين حلوين. لا سيب ناخد وقت عشان الشغل يطلع مظبوط. امتى وازاي دي بتاعتي انا وبتاعتي لوحدي؟ انا مش فاهم ازاي في ناس عايزه تقتل عيل زي ده، ده عيل اهبل. نعم يا اخويا اهبل؟ ده انت اللي اهبل. انت ما تعرفش ده بيعمل ايه؟ هيكون بيعمل ايه يعني؟ بيعمل بلاوي سودا. اسكت يا يوسف، مش قادر اقول لك، ربنا ستار. وبعدين انت بتسال ليه يا يوسف؟ هنتدخل في قدر ربنا يا اخي. وبعدين يا عم احنا بنقبض وبيطلب مننا وبناخد فلوسنا، مش عارف انت هتشككني فيك ليه؟ ايه اللي جرى لك يا يوسف؟ انت بقالك اسبوعين. معلش اديني مهله كمان اسبوعين عشان ترتيباتي اتلخبطت، مش عايز ولا غلطه تحصل. قدامك اسبوعين من دلوقتي، يا تعالجني يا اما هقتلك. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.